والله أول شيء أتمنى التوفيق يعني، ونعمل أقصى ما عندنا إن شاء الله، ونقدم مباراة كويسة الجاية. ومدينة القصيم يعني واحدة من المدن الجماهيرية في كرة القدم، وحنا دائما نشوف الديربي بين أندية القصيم اللي في الدور الممتاز، الملاعب فل ويستاهلون الصراحة لأن نكون موجودين هنا. وأتمنى حضورهم نفس الديربي، نفس اللي قاعدين نشوفه في التلفزيون، حضور الجماهير المكثف في الملعب، واتمنى انهم يدعمونا الصراحه لان احنا في حاجتهم وجايين عندهم، ونتمنى ان شاء الله نشوف حضورهم كالعاده يعني، تقفيل الملعب والشغل الايجابي عشان نقدم مباراه ايجابيه ان شاء الله وناخذ النقاط منها. والله زي ما انت شايف عندك عناصر يعني جاهزه قاعده تلعب، يعني اغلب اللعيبه اللي موجودين الحين اغلبهم قاعدين يلعبون بشكل اساسي مع فرقهم، والفرص بدات تتاح للجميع في انديتهم، واتوقع ان الكل جاهز يعني في الفتره الحاليه، وربي يوفقنا ان شاء الله في الجاي. والله شيء طبيعي يعني، انت تتكلم على مجموعه تونا جايين في المباراه اللي راحت، التوليفه شوي يعني ما هو بالشيء يعني، التوليفه كانت شوي جديده على المجموعه، المدرب جديد، كان الوضع شوي يعني، وقاعدين نلعب في اجواء برضو رطوبه عاليه، وزي ما انت شايف حتى احنا برضو كلعيبه ما احنا راضين عن اللي قدمناه، لكن قاعدين نشتغل نصحح الاخطاء، فالنا التوفيق ان شاء الله. لا انا اشوف يعني عن نفسي يعني اشوف ان المنتخبات الحين كلها صارت تعرف تلعب كوره، تطورت كثير، ما عاد صار في فرق سهله نهائيا يعني، الكل قام يشتغل، الكل قام يشوف كره قدم واضحه في الوقت الحالي، ما عاد بي زي اول تجهل بعض الفرق، الحين الكل يشوفك انت كيف تلعب ويعرف يقرا الخصم، فبدت تصير اصعب الكوره بالنسبه لخصمك، يصير ند عنيد لك، خصوصا الحين يعني تتكلم على الكرة العالمية صارت أوضح يعني، صارت الفرص متاحة للجميع، والكل صار يقدر يجيب مدارس مختلفة، فبدأت تصعب علينا الكرة، خصوصا يعني إن حتى نفس كرة القدم نفسها الجلدة حقتها تغيرت، صارت الكرة والعشب، قصة العشب وسرعة الكرة، فهذه الأشياء كلها عوامل إن تسهلنا حصول الأهداف، حصول الأخطاء، سرعة اللعب، الرتم، صارت الناس تفهم في معدلات اللياقة للعيبة، صار فيه لعيب يعني منتخبات، تتكلم عن منتخبات صغيرة صارت تودي لعيبة يحترفون برا، يعني انت تشوف عندنا اجانب كثير من دول مختلفة، وتلاقي في دول مثلا يعني ممكن دوريات يعني شبه ضعيفة تلاقي فيها لعيبة برازيليين، لعيبة اوروبيين تلاقي فيها، فتتطور الفكر عند اللاعب نفسه في نفس البلد، يعني تلاقي الدوري الهندي فيه لعيبة برازيليين ارجنتينيين، فيجيك متطور طبيعي لانه قاعد يلعب مع ناس في رتم اعلى، فيضطر اللاعب المحلي انه يرفع رتمه عشان يجاري اللاعب اللي معه، فتلاقي الخصوم كلها تكون صعبة في الفترة الحالية.